الكويت مجددا أمام أزمة حكومية، فبعد 3 أشهر فقط على تشكيلها باتت الحكومة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح بحكم المستقيلة بعد صدور أمر أميري بقبول استقالتها التي قدمتها في بداية الأسبوع. والسبب هذه المرة أيضا الصراع مع مجلس الأمة كما في المرات السابقة. وهذه ثالث حكومة يشكلها أحمد نواف الأحمد الصباح منذ تعيينه رئيسا للوزراء في أغسطس 2022، كما أنها السادس حكومة في البلاد في غضون 3 سنوات. إلى متى تدور الكويت في الحلقة ذاتها من العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وما هي الحلول للخروج من هذه الدوامة؟ معنا الآن من الكويت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع. دكتور عايد مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. السؤال البديهي الذي طرحناه في نهاية المقدمة هو كيف تخرج الكويت من هذه الدوامة؟ يعني هذه دوامة أصبحت مزمنة مستفحلة في المشهد السياسي الكويتي، هل من مخرج برأيك؟ تحياتي يا أخي مهند وتحياتي. يعني أولا علينا أن نقر أنه في ظل النظام البرلماني وخاصة نظام برلماني مثل ما هو بالكويت، الحكومة غير منتخبة بالكامل، هناك يعني مثلا نائب أو أكثر أعضاء في الحكومة، والبقية الحقيقة هم من خارج البرلمان. هذا يؤدي لأنه ليس هناك لدى الحكومة أغلبية مضمونة في البرلمان تسهل لها بأن تمضي في برنامجها. طبعا الإشكال الآن هو أن هناك دعوات إلى شراء مديونيات المواطنين التي تقدر بحوالي 14 مليار دينار أو أكثر، وأيضا يعني هذه تشمل 520 ألف مواطن، كذلك أيضا الرواتب الاستثنائية التي أثيرت مؤخرا، التركيبة السكانية والتعليم والصحة وزيادة الرواتب للمواطنين وللمتقاعدين، كل هذه الحقيقة أدت إلى أنه يكون في جانب. أدى أيضا استجواب وزيرين، نائب رئيس الوزراء وأيضا وزير المالية من قبل مجلس الأمة، وبالتالي يعني كبرت الحقيقة الإشكالية، ما أدى إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء شيخ أحمد النواف يتقدم أو تغيب الحكومة ثم يتقدم بالاستقالة إلى صاحب السمو الأمير. وكما تعلمون اليوم تم الحقيقة يعني قبول الاستقالة بأمر أميري، فما بعد الآن سوف يتم تكليف إما الشيخ أحمد النواف أو شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة، وبعدها يأخذ مداه إلى أن يتشكل. أنا أعتقد أن الأمور تدفع إلى 8 مارس القادم، موعد بث المحكمة الدستورية بالنتائج الانتخابات والطعون المقدمة ضد هذه الانتخابات، وعندها ربما يبطل المجلس أو ربما أيضا تصل الحكومة والبرلمان إلى تهدئة يتم فيها مثلا تأجيل بعض الأمور، تأخير بعض الأمور والاستجابة لبعضها الحقيقة، أو تدوير وزاري يبعد وزير أو وزيرين أو يغير مواقعهم، وبالتالي تأتي حكومة مرة ثانية، لكن لن تحل المشكلة الحقيقة. طيب، طالما أن الحكومة لا تتمتع بأغلبية مضمونة داخل البرلمان، هذه هي النقطة الأساسية ربما دكتور عايد، لأن البعض يقول الكويت تعيش هذه الأزمة منذ سنوات وهذه دوامة وحلقة مفرغة، ولكن هذه هي خصائص النظام الديمقراطي البرلماني. يعني بالكويت هناك مشهد برلماني صحي، هناك نقاش حيوي داخل البرلمان، وهذه يعني جزء من 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 تعريف أو من طبيعة هذه الأنظمة. هل هذه مسألة يمكن النظر إليها بسلبية، أم أنها جزء من الحياة الديمقراطية في دول كثيرة؟ هي لا شك يعني لا غنى عن الديمقراطية، وأنا أعتقد أن نظام الحكم في الكويت أصبح مقتنعا
انه لا 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 الغاء ولا ابعاد للحياه البرلمانيه في الكويت. تختلف الحكومه مع البرلمان، لكن يبقى انه انتخابات. يعني صاحب السمو الامير لديه الماده 107 من الدستور، في اي وقت يحل مجلس الامه ويدعو لانتخابات جديده. وايضا لدينا الان الحقيقه موضوع الابطال، وهذا احتمال قد يحدث وقد لا يحدث. لكن في نفس الوقت العملية الحقيقة، طالما أن رئيس الوزراء لا يستند وحكومته على أغلبية، إذن ستكون إشكاليا. يبقى أنا باعتقادي أن الطريقة الأسلم للجميع هو أن تواجه الحكومة الاستجوابات والمساءلات، بدلا الحقيقة تلجأ للأمير لمثلا حل البرلمان أو تقديم الاستقالة أو تدوير. يعني ما الذي يضير بأن يواجه الوزراء المقدم لهم استجوابات؟ أن يواجهوا الاستجوابات، ليس هو الأولين والأخيرين. يعني قبل مدة وجيزة وزيرة الأشغال كانت يعني تحت الاستجواب وعدت. لذلك ينبغي حقيقة أنه يكون هناك استعداد لوزراء متمكنين، وانا اعتقد ان الوزراء المستهدفين متمكنين، وبالتالي مفترض انه يواجهوا الاستجواب. انا اعتقد العله الرئيسيه هي قضيه القروض كونها مبالغ كبيره وقد تؤدي الى عجز في الموازنه العامه للدوله. طيب هذه القوانين او مشاريع القوانين دكتور عايد التي يعني تم الجدل بشانها، مساله شراء ديون المواطنين الى اخره، يعني الذين الجهات التي قدمت هذه المشاريع، النواب الذين قدموا هذه المشاريع، هل طرحوا حلول لمسألة من أين سيتم تمويل هذه التكاليف الباهظة؟ يعني الذي عادة يقدم مشروع قانون يطرح باكج متكاملة بما فيها هذه الأمور، هل تم ذلك برأيك؟ للأسف يعني الاعتقاد السائد سواء لدى النواب أو غيرهم أنه الدولة لديها إمكانيات مالية كبيرة، وإن كما تسمع أحيانا تعطي أو تمنح لدول كثيرة قروض وإلى آخره، وأن المواطنين أولى يتم معالجة أوضاعهم في هذا الجانب. لذلك الحقيقة النواب كما تعلم ليس لديهم المعلومات الدقيقة مثل ما لدى الحكومة. الحكومة التي لديها المعلومات، ولذلك قلت لك أنه كان الأجدى المواجهة بأن يفند الوزير الأسباب التي تمنع الحكومة من أن تستجيب لهذا الموضوع، أو على الأقل يعني يتم التوضيح حتى لوسائل الإعلام وللجهات الرسمية. نعم بالتأكيد المبلغ ليس سهلا، يعني قد يتم المساومة خلال المدة الباقية من هنا إلى 8 مارس القادم على أنه والله يتم تسديد القروض الاستهلاكية والتي هي مليار ويمكن وربع وكذا وإلى آخره، لكن ليس كل القروض، وهذه طبعا قد تكون مساومة سياسية قادمة لكنها لن تحل المشكلة. يعني نرجع للمربع الأول، نخلص من استجواب، نخلص استجواب. الحقيقة لابد من أن يكون هناك استعداد للحوار المستمر، وأتمنى الآن الحقيقة أنه يعني رئيس المجلس الأمة ومجلس ومكتب المجلس ونواب آخرين يبدأوا التفاوض مع الحكومة على وضع خطة العمل. الحكومة ينفذ الآن لأنه برنامج جيد الحقيقة ينفذ، ونؤجل بعض الأمور الحقيقة لأنه هذا يعني التوتير راح يؤدي إلى تعطيل يعني البرنامج، وهذا ليس لصالح المواطن الكويتي. طيب دكتور عايد في الوقت المتبقي، هل يعني لو عدنا إلى جوهر المشكلة، هل الحل يكمن في حكومة برلمانية؟ أنت أشرت إلى مسألة الأغلبية البرلمانية، هل المشكلة تحل إذا تم اللجوء إلى تشكيل حكومة برلمانية ودع هذه الكتل النيابية تتحمل مسؤولياتها؟ هو للأسف لن يكون هناك حكومة برلمانية أخي مهند. الحكومة البرلمانية تتطلب أحزاب سياسية تخوض الانتخابات وتشكل يعني يشكل حزب أو أكثر الأغلبية في البرلمان، وهي الأغلبية أيضا الحكومية. يعني الوزارة تتكون من البرلمان وليس من خارج البرلمان،
وبالتالي يعني هذا الحقيقة باعتقادي لن يكون ممكنا في ضوء الوضع القائم. الوضع القائم المادة 56 من الدستور، الأمير يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطبعا الأمير الحقيقة يتيح لرئيس الوزراء يختار حكومته، ولم يحدد من هو رئيس الوزراء، يعني ليس بالضرورة أن يكون من الأسرة أو غيره. لكن في نفس الوقت الحقيقة الخيار هنا للأمير وليس للأغلبية. تعرف الدول الاسكندنافية وبريطانيا وغيرها، يعني الملك أو رئيس الدولة أكيد أنه يسمي، ولكن الحقيقة فعليا هو الانتخابات هي اللي تسمي. الفائز هو يأتي ليشكل حكومة، وهناك عارضة من داخل البرلمان هذه الحكومة، وبالتالي كل يوم استجواب في بريطانيا، لكن رئيس الوزراء والوزراء مستندين على أغلبية تسندهم لتنفيذ برنامجهم. هذا طبعاً قد لا يكون قريب في الكويت في هذا الجانب الحقيقة، مع أنه قد لا يتطلب تحديد دستوري، ممكن إجراء قانوني إما أحزاب أو بهيئات سياسية بحيث يكون هذا الجانب. لكن أنا أعتقد يعني حتى في ظل الوضع الحالي أنه سمو الأمير هو اللي يعين رئيس الوزراء، قد يكون إلى فترة أيضا يعني عقد على الأقل من الزمن تتطور الحياة السياسية ونصل إلى حل لهذه الأزمات المتتالية. شكرا جزيلا لك الدكتور عايد المناع، الأكاديمي والباحث السياسي، كان معنا مباشرة من الكويت.